حياكم الله. الإعلام جزء من الحل أم عصا في الدولاب؟ حلقتنا اليوم مخصصة لمناقشة واقع الإعلام الرياضي ودوره في الأزمات. مشاهدينا، لا يمكن نكران أن رياضتنا تعج بالمشاكل وكرتنا تغرق في التقاطعات، وهذا الأمر واضح للجميع، لكن الدور الحقيقي للإعلام في ظل تلك المشاكل أين؟ هل الإعلام سبب في المشكلة أم هو جزء من الحلول؟ وصاحبة الجلالة والسلطة الرابعة والمرآة العاكسة والوجه الآخر وكثير من المسميات التي أطلقت على الإعلام، هل فعلا التزم ممن امتهن الإعلام في زمن الحرية المفرطة والفضاء المفتوح؟ التزم بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الإعلامي الذي يحتم على الصحفيين والإعلاميين أن يضعوا خارطة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها مهما كانت الظروف والتقاطعات؟ هذه التفاصيل وأخرى سنناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. أهلا بكم مرة أخرى مع محورنا لهذا اليوم الذي يتعلق بواقع الإعلام الرياضي ودوره في الأزمات، وهل الإعلام سبب في المشكلة أم هو جزء من الحلول؟ بالحقيقة جاء اهتمامنا بهذا المحور المهم بعدما تزايد دور وسائل الإعلام الرياضي في التأثير على سلوك وفكر ووعي المتلقي على المستويين الثقافي والاجتماعي، إضافة إلى ملاحظة سلوكيات القائمين بالاتصال. أقصد القائمين بالاتصال كل من له دور في إيصال الرسالة الإعلامية الرياضية للجمهور، التي عكست بعضها، أكرر، بعضها عكست صورة سلبية عن الإعلام الرياضي وأسهمت بشكل أو بآخر في تفشي عدد من المخالفات، مثل تدني مستوى الأداء وهبوط مستوى لغة الخطاب وتزايد هيمنة الإثارة دون اعتبار ملائم لميثاق شرف مهنة الإعلام، حتى أن هذه البرامج بدت وكأنها مخصصة لمهاجمة أشخاص بعينهم، ما قد يكون نوعا ما من الأجندة الكامنة لبعض الجهات أو الشخصيات المتنافسة، أو تلاعبا في الأجندة الموضوعية لدوافع شخصية أو برغبة من بعض مالكي المؤسسات الإعلامية أو بعض المؤثرين في سياساتها من داخلها أو خارجها. وهذا طبعا ما تمحورت حوله فقرات هذا اليوم التي نسعى ضمن أهدافها الكشف عن العوامل التي تؤثر في أساليب الممارسة المهنية في الإعلام الرياضي ومدى انعكاس تلك العوامل على الرسالة المقدمة للمتلقي شكلا ومضمونا. دور الإعلام مهم في كل شيء، في بناء المجتمع بشكل عام، كيف إذا كانت الرياضة وكرة القدم بالتحديد. الإعلام هو جزء مهم وجزء كبير من أجل انتشار أي رياضة أي لعبة ما. الإعلام في العراق له دور كبير في إضافة أمور كثيرة بالنسبة للرياضة العراقية. الإعلام الناضج، بين قوسين نضع هذه الكلمة، الإعلام الناضج هو من يقود الرياضة بالاتجاه الصحيح. نتمنى من جميع الزملاء يعني الابتعاد عن الأمور السلبية، أمور التسقيط، هذه الأمور التي لا تسمن ولا تغني، وبالتالي هي تكون أداة لهدم الرياضة.
متواصلون مع محورنا لهذا اليوم المكرس عن واقع الإعلام الرياضي، فرياضتنا أصبحت مغلفة بالمشاكل والتقاطعات والأزمات، والسؤال هنا: هل الإعلام الرياضي سبب في المشكلة أم هو جزء من الحلول؟ وهل فعلا الرسالة الإعلامية المقدمة في البرامج عكست يعني صورة سلبية عن الإعلام الرياضي؟ القسم الرياضي عد لنا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على جوانب أوسع للموضوع. نتابع ولنا عودة. الكلمة مسؤولية بل شرف الإعلامي، تلك الكلمة من أوزنها يحافظ على توازن اسمه في بورصة الإعلام التي ضربت بتيار من الطارئين ليتشوه المشهد ما بين الملتزمين والرادحين. ذلك الفضاء المنفتح دون رقيب شهد فوضى غير مسبوقة، فانزوى من هم بالرسالة النبيلة ملتزمون، وتسيد المشهد أولئك الذين تاجروا بالإعلام وما أكثرهم، فانقسموا ما بين مبتزين وانتهازيين. في كل فصل نرسب بالانتماء للوطن، وفي البطولات الكبرى يسقط إعلامنا في اختبار الانتماء، فأولئك هم الراسبون، ويبدأ نشر الغسيل مع أول عثرة فيكشر عن أنيابهم هؤلاء المأزومون. هم في التسقيط والقذف والتشهير وفي التنمر يوغلون، فلن توقفهم خارطة الوطن ولا رياضة البلد ولا ذلك المنتخب الذي به يطعنون. قنوات تبحث عن الغاية دون الاكتراث للوسيلة، فبات هدفها المتابعات فما دون، ولن تكترث للمحتوى إن كان النقد بناء أم أنهم لرياضة الوطن ينسفون. أما وسائل التواصل فحدث ولا حرج، فلا محتوى ملتزم ولا كلام موزون، الكل في ساحة الإعلام يسبحون، وكل على ليلاه يغنون، لا يجنحون للمنطق ومن القانون يتطيرون. ضربنا النحو بعرض الحائط طالما بالإعراب لا تفقهون، تركنا النصب والمجرور فأما مرفوع أو نلجأ إلى السكون، غاب الفعل وظهر الفاعل وفي القواعد يعبثون، قد يكون للشعر ضرورة وفي تقريرنا فرضنا الواو والنون، ليس لجهلنا بل لهول ما ترتكبون، فإن أدركتم المصيبة أم لا تدركون فنحن أعلم بأفعالكم وتركناكم في غيكم تعمهون. نحن مع محور هذا اليوم الذي يلخص مشاكل جمة رافقت واقع إعلامنا الرياضي ودوره في الأزمات المتراكمة التي تعيشها رياضتنا في الآونة الأخيرة. هذا المحور سنناقشه مع ضيفنا عبر ديسكايب من العاصمة بغداد، الأستاذ ميثم الحسني، الصحفي والإعلامي وعضو اتحاد الصحافة الرياضية. أهلا وسهلا بك أستاذ ميثم. أهلا، حياك الله حبيبي أستاذ بلال، تحية إليك ولجميع متابعيك عبر الشاشة. أستاذ ميثم، اليوم نعيش أوقاتا يعني عجيبة وغريبة في الإعلام الرياضي، لم نكن نتصور يوما أن نعيشها أو يعني نشهدها، من محتوى ركيك إلى هبوط بمستوى لغة الخطاب إلى ألفاظ بذيئة. طبعا هذا وهنالك أمور أخرى. السؤال الدائم: هل أن الإعلام الرياضي سبب في الأزمات أم هو جزء من الحل؟ أستاذ بلال، يعني لابد أن نعرج في البداية على كثير من التفاصيل، جزء منها أنت مريت عليها مرور الكرام في مقدمتك اللطيفة، وهي أنه الانفتاح الأثير بهذه الطريقة وانطلاق أكثر عدد كبير من الفضائيات والوكالات الخبرية ودخول السوشيال ميديا أتاح فرصة لكثير من المتصاحفين أو ذا صح التعبير، ومن شقوا طريقهم في العمل بالإعلام بطريقة أو بأخرى، أساءوا كثيراً للمحتوى والرسالة الإعلامية، وهذا أمر بديهي في ظل غياب الرقابة الحقيقية للمحتوى. أنا أعتقد أنه الإعلام يقسم إلى قسمين: قسم حافظ على الأسلوب المهني والرسالة النبيلة للإعلام، وحاول جاهداً الحفاظ على الإرث
الكبير للصحافة والإعلام العراقي. وتعرف حضرتك العراق دولة مؤسسة لاتحاد الصحافة الآسيوية واتحاد الصحافة العربي، وبالتالي إلى مكانة كبيرة جدا. وحاول البعض، رغم أنه هو البعض القليل اللي يحاول يحافظ على هذه الرسالة النبيلة، لكن للأسف أنه الانفتاح أتاح فرصة لعدد أكبر من الطارئين اللي شوهوا الرسالة وأساءوا لسمعة الإعلام والرياضة العراقية. طيب أستاذ ميثم، لا يمكن نكران يعني أن رياضتنا تعج بالمشاكل، ويعني كرتنا تغرق يعني في التقاطعات وفي الأزمات. في ظل هذه المشاكل، كيف تقيم واقع إعلامنا الرياضي ودوره الحقيقي في هذه الأزمات؟ نعم، شوفي بصراحة بلال، احنا عندنا كثير من التوقفات اللي ناقشنا من خلالها يعني دور الإعلام في البطولات الكبرى. يعني أضرب لك مثل بسيط، يعني كثير من الأحيان نجد أنه الإعلام كان جزء من الخلل وليس من الحل، وبالتالي هذه المسألة تصعب معالجتها. ليش؟ لأنه حتى الناس المهنيين عندما يجد هذا الكم الهائل من الفوضى ومن الطرح غير المنطقي ومحاولة التسقيط والقذف والتشير، بالتالي صوت الحق وسط هذه الفوضى يضيع. المتلقي بدأت تتشوه ذائقته ويسمع كثير من الألفاظ اللي نعتبرها احنا دخيلة على الإعلام العراقي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الإعلام يعني رغم أنه هذه الحديث عن أنه هناك رسالة مشوهة، لكن هذا لا يفوتنا أنه نقلل من شأن كثير من أساتذتنا وأخوتنا اللي مسكوا بزمام المهنية. أنا دائما أتحدث بهذا الموضوع، المهنية والتمسك بالمهنية أمر في غاية الصعوبة في ظل هذه الفوضى. هناك ناس من زملائنا ما زالوا على العهد وينظرون للقضايا الوطنية قضايا مهمة، ينظرون بعين الاعتبار للرياضة العراقية ويأخذون على عاتقهم السعي لتصحيح المسار والطرح الذي يصب في البناء والنقد البناء. وبالتالي هي مدخلة، لكن للأسف الغالبية العظمى طغت على السطح بأنه هي جزء من الخلل. طب فعلا مثل ما تفضلت، يعني الصورة السلبية في إيصال الرسالة الإعلامية الرياضية للجمهور يعني أسهمت بشكل أو بآخر في تصاعد أصوات حتى المدربين والرياضيين. بالتالي يعني اتهام الإعلام بأنه شريك في المشكلة وليس الإنجاز، ما هو تعليلك حول ذلك؟ نعم، شوف يعني يحق للمدربين واللاعبين والحكام وكثير من الإداريين اللي يعملون بالدائرة اللي تكمل الحلقة الرياضية من حقهم أحيانا انتقاد الإعلام، لكن ليس في كل مرة أن تكون الإعلام هي يكون الإعلام هو شماعة الفشل. بعض المدربين أو بعض اللاعبين أو من يعمل في الرياضة يجد له مبرر بسبب تلك الأصوات الناشزة، لكن بنفس الوقت كنا نتمنى أن نرى الناجح يمتدح الإعلام المهني ويضع الإعلام المهني شريك له في الإنجاز. لا يمكن أن يكون الإعلام شريك بالفشل وهو بعيد عن الإنجاز، أما يكون شريك في كل الأحوال بالإنجاز وبالفشل حتى نعرف أن هناك من يقيم الإعلام الحقيقي والإعلام المهني. الفترة الأخيرة تصريحات سيد يونس محمود نائب رئيس الاتحاد تحدث عن أنه بعض اللاعبين باتوا يتهربون من الدعوة للمنتخب الوطني بسبب حملات التنمر اللي شهدها وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. وحضرتك أنت رجل دكتوراه متخصص في الإعلام وتعرف أنه وسائل التواصل الاجتماعي باتت جزء لا يتجزأ من الإعلام، وبالتالي تسابق القليلين الخبرة في الإعلام من يبحثون عن الطشة ويبحثون عن السبق بطريقة خاطئة كانوا سبب في هذه الحملة، رغم أنه بعض الأصوات النقية طالبت بالتعامل مع المنتخب الوطني
يكون يجب أن يكون خط أحمر لأنه يمثل منتخب الوطن هذا. يعني لا يمكن أنه أن نجازف بقدح بغير محله. نعم من حق الإعلام ينتقد ويكون جزء من حالة البناء، لكن بطريقة بهذه الطريقة من التهجم والتنمر لا، أنا أعتقد هذا الموضوع خطأ. نعم أتفق وياك يا وسائل التواصل، لكن جزء بسيط من الإعلام كان جزء من هذه الحملة. لكن أستاذ ميتم في الآونة الأخيرة يعني دخل الإعلام في مهاترات مع مؤسسات رياضية كثيرة ومع شخوص رياضية، وهذا ما جعل المسؤول الرياضي اليوم اللجوء إلى القضاء وجرجرة الإعلاميين إلى يعني إلى المحاكم. يعني كيف ترى هذه القضية وما هي الدوافع والأسباب لتلك الخصومات؟ والله أستاذ بلال ذكرتني في قضية البارحة كنت أنظر، كنت ضيف في إحدى الفضائيات كذلك، وفي استطلاع للزملاء أحد الزملاء يقول إنه نتمنى أن نبتعد عن المحاكم وأن تكون الحلول بطريقة ودية. طبعا أنا أتقاطع مع هذه الفكرة تماما. يعني كيف ممكن نحل القضايا إذا نبتعد عن القانون؟ يعني بطريقة ودية، يعني شلون بطريقة العشائر مثلا؟ أنا ما أفهم، من يفصل القضاء؟ حتى الرياضيين يعني بفترات سابقة كانوا للأمانة كانوا متعاطفين، ينظرون بأنه الذهاب إلى المحكمة هي بها شرق للعلاقات الطيبة بين الإعلام والرياضيين، وكانوا يغضون الطرف عن بعض النقد اللاذع. لكن مع هذه الإساءات هم باتوا على حق بالذهاب إلى المحاكم للأمانة، على الأقل حتى نحافظ على الخطاب الإعلامي المتزن. لا يمكن أن تتصدر الفضائيات لغة هابطة وكثير من القذف والتشهير، يجب أن يتوقف هذا الموضوع بشكل نهائي. طيب أستاذ ميثم، دعنا نتابع ما ذهب إليه البعض من ذوي الشأن والاختصاص في تصريحاتهم يعني بهذا الخصوص، نتابع ولنا عودة، خليك ويانا. طبعا الإعلام الحق لابد أن يكون داعم حقيقي ومؤثر ويشخص، يعني يشخص بمهنية عالية، لكن حاليا ما موجود للأسف. يعني هناك فوضى إعلامية يمر بها الوسط الرياضي أثرت بشكل كبير، يعني أصبح الإعلام للأسف الشديد في بعض الحالات أنه عامل هدم وليس عامل بناء وليس عامل نقد وتقويم. يعني للأسف هناك أسباب شخصية، هناك يعني أمور بعيدة عن مفهوم الإعلام وثقافة الإعلام بدأ يلجأ إليها كثير من دخل وسط الإعلام بصراحة في غفلة، يعني الأبواب فتحت على مصارعها فبالتالي دخل الكثير حتى من لا يحمل ثقافة الإعلام، وهذا الوسط من الصعوبة تنقية الأجواء به، لأن الحرية استغلناها استغلال بشع جدا. نعود لنتواصل الحوار. أستاذ ميثم، هل فعلا أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم كما تفضلت قبل قليل أصبحت يعني وسيلة وغاية يعني يمكن القول التشفي بخسارة المنتخب وبالاتحاد وبالمدرب واللاعبين، يعني من أجل الاستحواذ مثلا على فرصة أو من أجل التسقيط أو الابتزاز أو الانتقام أو حتى التشهير، هل فعلا وصلنا إلى هذا الحال؟ نعم للأسف هناك من سن هذه السنة بصراحة، يعني أنه يرى أنه مغانم الاتحاد يجب أن يحصل على جزء من هذه المغانم، وبالتالي إن لم يحصل على شيء يبدأ بالحرب والتسقيط والنيل من الشخصيات بطريقة أو بأخرى، وبالتالي تجد هناك شخصنة الأمور في خطابهم. وهذا الموضوع طبعا أكيد هو في العرف الإعلامي أنه لا يجوز، وحتى ممكن أن يعاقب يحاسب عليه من قبل القانون. لكن أنت سألتني هل هو موجود؟ نعم موجود لدى البعض، لكن البعض يعني نقدر نقول نسبة متوسطة، يعني حتى يعني الميل إلى الصفحات الوهمية والصفحات الممولة بطريقة أو بأخرى للتأثير على الرأي العام، ومحاولة صنع رأي عام للتشويه من عدد من الشخصيات، هذا بصراحة موجود. نعم في ظل هذه وتلك التفاصيل يعني، والحديث بالتأكيد معك شخصيا كونك عضو في اتحاد الصحافة الرياضية،
اليوم أين دور اتحاد الصحافة الرياضية في هذا الأمر المهم والخطير؟ نعم بصراحة شوف سابلاء حتى نكون منطقيين، يعني اتحاد الصحافة حاليا يعني مؤسسة أشبه بميتة سريرية، لأنه أنت حضرتك تعرف وأنت جزء من وعضو عامل في اتحاد الصحافة الرياضية. اتحاد الصحافة لا توجد لديه أي امتيازات، وعندما تفقد الامتيازات أكيد تفقد الرقابة، لأنه يعني أنا كعضو هيئة عامة إذا ماكو امتيازات إلي كصحفي ممكن أنه أنا أعاقب المسيء من خلالها، ميتة مساء يقيم الحد عليه تجميد عضوية سحب عضوية. هسه حاليا إذا جمدت وإذا سحبت عضوية في ظل عدم وجود الامتيازات أكيد تغيب فاعلية الاتحاد وشخصيته المؤثرة. نعم هناك معايير، احنا يعني أتحدث لك عن نفسي أنه أتمنى أنه أن تكون هي الحد الفاصل لتقييم الزملاء، لكن يبقى كذلك على المؤسسات الرياضية تفعل دور اتحاد الصحافة الرياضية من خلال البروتوكولات المعتمدة في وقت سابق لمرافقة الوفود الرياضية والمنتخبات في البطولات الخارجية، وبالتالي ستكون هي الـ يعني أنت حتى تقيم ما بين الصالح والطالح. أنا أعتقد أنه هذا الموضوع واضح بالنسبة للجمهور ولحضرتك، الصالح ومن يؤدي رسالة نبيلة وهادفة سيكون هو خيار اتحاد الصحافة الرياضية في مرافقة الوفود والمنتخبات، يكون جزء من البناء وإبعاد الشخصيات الطارئة المؤثرة بشكل سلبي، وبالتالي هذا الموضوع يمكن الصورة باتت واضحة للجمهور اللي أتحدث به. عندما تغيب هذه الامتيازات فأكيد تجد هناك بعض الشذوذ، لأنه العقاب يتلاشى. طيب أستاذ ميثم، من خلال ما تطرقنا إليه اليوم يعني في حديثنا عن إعلامنا الرياضي، حضرتك هل تعتقد أن هنالك علاقة تأثير واضحة من قبل سياسة القناة وأجندة المالكين وبين المعايير الشخصية والاجتماعية ودرجة الرضا الوظيفي للقائمين بالاتصال على محتوى ومضمون البرامج الرياضية المقدمة بالفضائيات؟ طبعا هذا الموضوع هو جدا مهم. طيب أنا أشكرك على هذا السؤال، يعني أنا كثير ما تحدثت بهذا الموضوع وأتمنى يوصل صوتي لكل الإدارات الفضائيات. أنا لا يمكن أن يعني كإدارة قناة أو مدير برامج أنظر لحجم اللايكات وحجم التعليقات والمتابعة تكون هي من 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 تكون المعيار بالنسبة لها. نعم. هذه اللايكات ولا المعيار الحقيقي هو المحتوى والرسالة اللي تقدم في البرامج الرياضية، لأنه بصراحة يعني تشويه ذائقة المتلقية نتيجة البحث عن اللايكات والمتابعات، وبالتالي يمكن أنا بحركة بسيطة غير أخلاقية ممكن أتابع ملايين اللايكات والمتابعات، وهي حركة لا أخلاقية. لكن هل هي هذه الحركة والمتابعات واللايكات خدمت الرياضة؟ هل ثقفت الجمهور الرياضي؟ هل فيها خدمة للمتلقي؟ أنا أعتقد بالعكس، هي إساءة وتشويه للرسالة الإعلامية، إساءة وتشويه بحق القناة وبحق مقدم البرامج وبحق الضيف اللي يطلق هذه العبارات النابية. فبالتالي على إدارات القنوات الفضائية يجب أن تبحث أولا عن المحتوى، عن منطق عامليها مقدمين برامجها، كاريزما، الحضور، القدرة على إدارة الحوار، كثير من التفاصيل اللي حضرتك تعرفها وأنا أعرفها وكل إعلام يعرفها. يعني شاهد كلامنا أنه للأسف الفضائيات كذلك تبحث عن الإثارة السلبية. طبعا أشكرك شكر جزيل أستاذ ميثم. كلمة أخيرة وقبل ذلك، يعني ماذا تقول عن مستقبل الإعلام الرياضي؟ أستاذ بلال، المستقبل الإعلام الرياضي يتوقف على مدى دعم المؤسسات الرياضية. المؤسسات الرياضية كثير ما اشتكت من سوء إدارة الإعلام. إدارة الإعلام تحتاج إلى دعم واضح من الحكومة ومن المؤسسات الرياضية حتى تكون هناك معايير. عندما تكون هناك
ثواب يبحث جميع العاملين في الإعلام عن هذا الثواب، لكن عندما يغيب الثواب ويغيب العقاب لا شك أنه تسود الفوضى. أنا دعوتي أنه المؤسسات الرياضية والحكومة أن تسرع وأن تكون هناك رقابة حقيقية، الرقابة الحقيقية من خلال النقابة واتحاد الصحافة الرياضية، من خلال إيجاد امتيازات للعاملين حتى نعمل بمبدأ الثواب والعقاب ونسيطر على الأقل على الرسالة الإعلامية، هذا بشكل عام. أما بشكل شخصي كنا نعرف أنه ضمير الإعلامي هو رقيب، الرقيب الأول قبل القوانين والدساتير والمواثيق وميثاق الشرف وغيرها، يجب أن يكون هناك ضمير حي، لأنه بالتالي هاي رياضة وطن والجميع هو مسؤول عنها وشريك في بنائها. يعني لا يمكن أن ننتقد ونتحدث بعصبية عن تراجع الرياضة العراقية، وللأسف نحن سبب في هذه التراجع من خلال الطرح المرير اللي نشوفه عبر الفضائيات. هذه كل هذه التفاصيل أستاذ بلال هي معنية بإمكانية انتشال الواقع الإعلامي. الإعلام العراقي ما زال هناك فيه لبنات كثيرة وفيه قامات سامقة يمكن أن نعود لها في وضع أسس ومعايير حقيقية للنهوض بواقع الإعلام العراقي. أنا أشكرك مرة أخرى، شكرا جزيلا، أعطيتني من وقتك، وأتمنى لك كل الموفقية والتقدم والنجاح والتألق في حياتك الخاصة والعملية. شكرا أستاذ ميثم. شكرا حبيبي أستاذ بلال، شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد أستاذ ميثم الحسني، الصحفي والإعلامي وعضو اتحاد الصحافة الرياضية، شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. إذن بعد كل ما قدم اليوم، نسعى في الختام لطرح بعض التوصيات والمقترحات نجدها ضرورية، بالإضافة إلى مشروع مدونة مهنية أخلاقية للمشتغلين في الإعلام الرياضي، تتضمن التركيز على عدد من البنود، ومنها أولا احترام المبادئ العامة الأساسية التي أقرتها العهود والمواثيق المهنية والدولية والعربية في تجنب نشر أي مادة إعلامية رياضية من شأنها أن تثير العنف والتعصب وتحث على خطاب الكراهية أو التشجع على الرذيلة أو الإساءة والتحريض. ثانياً، أن تعتمد الفضائيات والبرامج الرياضية العراقية ميثاقا مكتوبا ومتفقا عليه في التعامل مع المحتوى الرياضي الذي تقدمه من خلال برامجها وحواراتها الرياضية من حيث الشكل والمضمون. ثالثا، مراعاة أصول الحوار وآدابه في البرامج الرياضية وعرض جميع الآراء والحقائق وصولا إلى بلورة رؤية متكاملة وشاملة وموضوعية لدى المتابع الرياضي. رابعا، تمكين القائمين بالاتصال من مهارات التعامل مع الأزمات التي قد تحدث بسبب الأحداث الرياضية، وتعزيز قدراتهم المهنية على التعامل بإيجابية وموضوعية. خامسا، تنفيذ ورش خاصة ودراسات علمية منهجية بهذا الشأن للوقوف على مستوى التزام البرامج الرياضية بأخلاقيات النشر الرياضي بما يراعي القيم الاجتماعية والمحافظة على وحدة المجتمع، وطبعا بالتأكيد للحوار وللحكاية في الإعلام الرياضي بقية. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.